FM. الكلمة ليك. 30 ديسمبر ما نعرفش تتذكروا ولا انت نهار عيد. نتذكروا. وقتها جينا نهار عيد الاضحى الناس معناها قامت بواجبها الديني ومن بعد فجأة حلينا شاشات التلفزيون نتذكروا النهار هذاك كيما توا لقينا كل المشهد هذاك المشهد الفظيع نتاع اعدام صدام نقلته الكاميرات التلفزيونات العالم وكانت نهايه دراماتيكيه لشخص معناها مثير للجدل هذه من الشخصيات اللي في التاريخ انا عندي تصور في المساله هذه راه فما ناس تختلف ولا ما تختلفش معاها حولها ليس لديك الا خيار واحد انك تحترم السيره وشوف لو صدام في راي جزء من العراقيين كبير مجرم نظام صدام عذب قتل يعني خلينا من قضيه نحن نظهروا نعرضوا سبوري ترافاي راهو مقارنه باللي حصل في العراق ونظام صدام تو نسمعوا في الشهادات هي الحقيقه وكرامه وكذا مع احترامنا وتقديرنا للعباد اللي واجهت ومورس عليها تجاوزات ما نسميها سبوري ترافاي راهو مقارنه بتجربه نظام البعث في العراق تجربة تاريخية يعني فيها الكثير من الحديث ورغم ذلك وهذه التناقضات اللي يلزمنا نحلوها اليوم كانوا خب صدام حسين بغض النظر على ملف حقوق الإنسان على قضايا الديمقراطية والكلام اللي قاعدين نقولوا فيها توا هذا الرجل فرض على أصدقائه بمثل ما فرض على أعدائه حاجة اسمها الاحترام في السيرة وقت اللي تجبد الكلام على صدام حسين بجد وقت أنا أتذكر في معنا في الألقاب وفي الأجواء متاع النظام يعني في العراق اللي هو نظام ديكتاتوري ما خبيش ذلك فهمت كنت مغروم تبع برشا تلفزيون العراق نشرت الأخبار تقعد حوالي 3 سوايع توري في السيد الرئيس القائد المهيب الركن صدام حسين المجيد معناها هو يتجول في المعارض متاع الصور متاعه تتفرج في صورته معناها 30 صورة هاو احتفالات أعياد الميلاد هاو كذا يعني رغم الصورة هذه تاع الديكتاتور من المستبدي القرن العشرين اللي عرفهم أما العباد إلى الآن تحمل على صدام حسين صورة البطل برا حلها أنت توا ولا تنظر للديمقراطي اللي أتى به الربيع العربي بنفس التقدير ونفس الاحترام ونفس المهابة اللي تنظر لشخصية كيما صدام حسين برا قل له أنت راه صدام حسين قتل الأكراد في حلبجة في الأنفال برا قل له راهو تفاعل بأجيال كاملة الشعب العراقي في حرب ضد إيران دامت 8 سنوات بعد في حرب احتلال الكويت بعد في حرب خليج أولى وثانية وثالثة قول الكلام هذا من بعد غدوة بالنسبة للناس للعرب بالنسبة للتوانسة على الأقل العام التونسي أنا اليوم متأكد أنه صدام حسين لو يبعث من جديد سيتوج قائدا بلا منازع وهذه أسئلة تطرح على عقلنا السياسي اليوم على فكرة راهي هنا قوة المسألة الوطنية راهي المسألة الديمقراطية لا يمكن عزلها على الموقف الوطني علاش ناس تحب صدام حسين لأنه كان زعيما وطنيا أقول صحيح عمل في التجاوز في شعبه في كذا ما كان زعيم وطني الناس كل تذكر له صدام حسين راهي في نهاية الأمر أو جزء من السياسة القضايا الرمزية هذه تقول قائل شنية وطن وشنية كذا وقصد له شو ما لا لا المفاهيم لو كانت بلا قيمة لما صمدت طيلة هذه القرون لما كانت محل متاع تضحيات متاع استشهاد متاع موت متاع كتاب التاريخ يعني هذا صدام حسين وقت اللي يوقف يعني ويتحدث عن أن نفط العرب للعرب أنا نذكر راهو في 91 صدام حسين هز الأمة العربية هز الشارع العربي ردنا رانا في سماوات الفوق راهو وقت اللي خاضك المعركة ضد عدوان 30 مش لعبة راهو فيلم حلو عشان ما نعرفش بتاتر الجيل اللي يسمع فيه توا واللي عاشك المرحلة هذيك رانا من نرقد ونصبحوا على أخبار المعركة في العراق واللي يخوض فيها صدام حسين بكجواء القصيدة والشعر العربي وأطلق لها السيف
وكل وعاشت فلسطين وفليخسئ الخاسئون. الراجل هدايا إلى آخر لحظة هو معروض أمام الشنق ويتحدث عن فلسطين ويتحدث عن الأمة العربية ويتحدث عن العملاء والخونة ويتحدث عن سقوط الاستعمار. هذه ناس من طينة أخرى. وبالفعل خلينا رأوا عايشنا الحلمة بما فيه الأحلام من أشياء غير واقعية. وقتها صحيح الغرب كان يضرب ويدمر في العراق بالتكنولوجيا الدقيقة وكذا، لكن الشارع العربي ما تخيلش وقتها. صدام حسين هزوا للأجواء أخرى. أنا وقتها في الحركة الطلابية ولا النقابيين ولا الناس اللي هبطت ولا التوانسة العاديين. صدام حسين وقتها فهمتي في 91 وقت اللي تجي الأخبار، ونذكر وإحنا في الوقت ذاك الناس تسمع في الراديو وقتها بدأت العدوان على العراق في 16 جانفي وفي ونهار 17 ولا نهار 18 رد بقصف إسرائيل أول مرة في التاريخ الصراع العربي الصهيوني، أنه ضرب صواريخ سكود اللي هو طورها وبدلها وسماها صواريخ الحسين والعباس، يعني في قلب تل أبيب. والرعب اللي حصل الغديكة والرد والكلام تاع أنه اليوم يلزم فما توازن استراتيجي في الصراع هذايا، يعني هزنا لجوية كبيرة، هزنا لجوية كبيرة وقت اللي خاض المعارك هذيك. ومن بعد فهمتي معناها طيلة الحصار، ومن بعد الحصار قرار بوش الابن في غزو العراق معناها والمعركة هذيك فهمتي اللي الناس يلزمها تعرف أنه العراق في نهاية الأمر أسقطته، يعني أقوى ماكينة عسكرية معناها في العالم التقت عليه، يعني عادي جدا بعد إنهاك حصار 10 سنوات معناها أنه يدخلوا الأمريكان ويحصل محصول في بغداد، واللي هي في الحقيقة ما كانش سقوط نظام وما كانش سقوط عاصمة فقط، كانت سقوط لحظة كاملة في السياسة اللي هيئة اللي نعيشوا فيه توا، اللي هيئة لخراب دمشق، لخراب سوريا، هيئة لخراب اليمن، هيئة لخراب ليبيا، هيئة لكذا. يعني هذا كلها تداعيات تلك الهزيمة اللي للأسف فما البعض من صفق لها باسم أنه العالم تخلص من نظام ديكتاتوري دموي. يعني هنا راهو المسألة الديمقراطية من خلال مثال صدام حسين ونظامه، شنية العبرة؟ أنه لا يمكن أن نفصل المسألة الديمقراطية اليوم عن المسألة الوطنية. أنا ديمقراطي عميل ما عندي ما نعمل به، ديكتاتور وطني على راسه العين، أما ديمقراطي وحقوقي وأما عميل ومرتبط بسفارات ومرتبط بحكومات ومرتبط بغرب ومرتبط باستعمار ما عندي ما نعمل به، وديمقراطيته لا يمكن أن تكون إلا مهزلة، إلا مضحكة، إلا حالة سريالية كراكوزية لا يمكن في نهاية الأمر أن تحقق حتى شيء لشعبها. فيني علاش؟ على خاطر مرتهدة لأجندات متاع مصالح نسخورين مش مصالح مجتمعه. مش معناها راهو كل ديمقراطي هو هكا، لا، فما ديمقراطيين وطنيين في بلداننا وفي عالم العربي، ومن حقنا أن نحلم أن نمزج بين الثنائية هذه، بين أن تكون ديمقراطي وأن تكون وطني مدافع على شعبك وعن مصالح مجتمعك وعن مصالح بلدك ومصالح دولتك، بل ما تكون مدافع على مصالح قوى أخرى أجنبية. قوة يعني والمكانة والمهابة اللي ما خذتها صورة صدام حسين في وعينا كعرب ترسل هذه الرسالة، أن المسألة الوطنية مهما كان حجم المتغيرات، مهما كان حجم الحاجيات المستجدة لمجتمعاتنا في علاقة بالديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون، راكم ما تغفلوش المسألة الوطنية. راهي الشعوب تفرق بين الوطني والعميل، راهي الشعوب حتى الديكتاتور يمكن أن تحفظ له مكانة ويمكن أن تنظر له بالاحترام والتبجيل فقط لأنه وطني. باش يشوف راهو قضايا الاستقلال وقضايا السيادة مش قضايا لعبة. الناس علاش تحبوا صدام حسين خويا؟ تحبوا على المواقف هذية، تحبوا على وغزر مكانة العراق في عهد صدام حسين. صحيح العراق اليوم قد يكون عراق ديمقراطي، قد يكون عراق تجاوز قضايا القمع والبوليس، لكن تعوض الآن عراق ميليشيوي، عراق ميليشيات، عراق تفجيرات، عراق إرهاب، وعراق ترتع فيه القوى الأجنبية. يعني اليوم ملف العراق، ملف صدام حسين يحيينا مباشرة لهذه الأسئلة. هل قدرنا
أننا عندما نريد أن نبني ديمقراطية ونقطع مع الاستبداد والديكتاتورية نذهب إلى حكم الفوضى وحكم الاصطفاف الميليشياوي والحزبي، ونفتح أبوابنا وأبواب مجتمعاتنا نحو أن تكون مجال متاع اختراقات وعبث متاع قوى أجنبية. مو هك هذاك عليه الطريق نحو الديمقراطية في العالم العربي، راهو مازال طريق صلب، راهو مازال طريق صعب، مازال طريق شاق. كيف نوفق ما بين ديمقراطية وما بين المحافظة على السيادة الوطنية؟ كيف نوفق ما بين مطلب ديمقراطي مشروع في إقامة دولة قانون ومؤسسات تحترم حقوق الإنسان، ولكن أيضا أن نحافظ على سيادة الوطن وأن لا يكون حكما مائعا باسم الديمقراطية تعبث فيه الإيرادات الأجنبية وتعبث به المصالح الأجنبية. هذا اليوم مش يطرح نموذج صدام حسين. صدام صحيح قتل متورط، هاو قمع الثورة الانتفاضة الشعبانية، هاو قتل قمع شيعة، هاو قمع أكراد، هاو قمع الأصوات المخالفة من مختلف الأطياف السياسية، ورغم ذلك صدام حسين يبقى أسطورة مهابة في الوعي العربي. كاب اف ام الكلمة ليك.